يو السلام عليكم، معكم حمزة كوري في حلقة جديدة. دابا شحال الساعة؟ دابا 7 ربع ديال الصباح. يلا خفف الكونيكسيون، راك الحجر الصحي، راكم عارفين شنو كاين. لحت لكم واحد التصويرة في الباج، قلت لكم لوح لي على الفيديوهات ولا التصاور ولا أي حاجة كتضحك. اسمع لينا، القوانين معروفة، عندنا 5 الرواح، كل حاجة ضحكنا فيها مشات لينا روح هنايا. ونبداو. عندك ضربك تبدا يبكي ليا تاني، راك تحلم اليوم نطير نمك شي ودن. هادو زعما مزوجين، مريم امراني. شكرا. فاش كيكون ما يدار انا المشاكل، كنحك على المشاكل تانا في هاد البلانات. كيبان ليا اليوم هادشي ناقص، ما كاينش علاش غنضحكو. كوكو انا معجبه بيك، واش انت مصاحب؟ انت اصلا زوين وباين البنات كيتزعطوا فيك وغتخوني، وانا ما قداش غتبرزيط داكشي. لا سمح لي غنبلوكيك، باي. لما مشي محسوبش من ضحكه. الا شفتي بنت مشكيه وهازات التليفون فاش انا ضغطت ربعات رجلي، عرف راه كتعاير ما كاين ما ولكن دريت كتعاير. هو سداش ماماك وباباك كيشوفوك كل صباح، هي في الصباح تو خسرنا روح. بعد كل هاد الاحداث في 2020 انا حاليا خلوني غير نتزوج ونموت عافاكم. هذا شحال مكبر مرة؟ هذا هو فيروس كورونا، بعد تكبيره 2600 مرة. واو، اعراض فيروس كورونا هي نفس الاعراض اللي ملي مرتك كتشد تليفونك، ارتفاع الحرارة، تسارع نبضات القلب، القلق، توتر، اصفرار، اسهال. داك الماكسين فاش كيتزوجوا هز ولدك زين جي، لا راه ولدك هذاك ومالي وليت بوحدي غير هز ولدك حسب شرع عرش. والله ما زيتش انا ربك امك، والله ما زيتش. يوما ما دي موعد مع شعرها المدفون تحت حجابي سرا شعري. هذه بحال داك النوع ديال الدريات اللي كيمشيو للبحر كيديروا الزيف، ولا كاع داك الدريات اللي كيديروا الزيف كتلقى لابسه مزير، هي راه ماشي ما بغاش تلاق شعرها، غير شعرها مسكين داير بحال زيك ساحرشه. فاش نكون غسل معاه شويه كنتحمس، زو بينا العلم زيدو بينا قدام الخيام الدابة زيان. الله لا تربح، الله لا تربح لي اختار حديث سوسان من الصباح طالع هابط. نقول ربي شافي، مشيت عند الوالده الكوزينه قلت ليها واش نعاونك، جاوبتني قالت لي مالي مالو ماشي اونلاين ولا صيفطك تعلمي. سميتك مشى الحاج وانت باقي كتقول لبنادم الله يهديك سميتك، والله يهديك سميتك. فاش كيسحاب ليك الحجر الصحي باقي طويل وكتقرع شويه كتسمعوا القاود الدواء ديال كورونا والغد اللي غتخرجوا للقرايه. لا راه والله شي باغي نقرعني غنولي نبات بحال موك. كيفاش كيشوفوك عائلتك؟ كيفاش كيشوفوك الدراري؟ كيفاش كيشوفوك خوك؟ هي نفسها حالتي هاد الايام، الليل النهار كنعسو بنهار ونفيقو بالليل. هادو الشوم هادو دارو بيسين في الصالون، الناس كيتكيه. فاش كنسالي الشقة وكنهز التليفون نسمعهم كيعيطو عليا، نعم شنو درتي مع خطيبك؟ ما بقيناش مخطوبين. حسن ليك والله، هذاك غير كيضحك على البنات والناس. تزوجنا صراحة هو ولد الناس وكل شي كيدوي عليه بالخير. ناري هادي شوية قاسحة. مريم ناري شحال لحتي؟ انا نهار نتزوج غنجي نجلس حدا خويا ونصوني الراجل ونقول لي الو حبي توحشتك، ولا سميتو راجل يهضر غبلاتي حارف على خاتها. هذه الايام الخجوله ستقوم بتفتيش هاتفك وملابسك كل يوم بعد الزواج يا عزيزي. يا عزيزي كيف راهم العالم حمار وحش؟ كيف راهم سمي كيشوفوا بحال ملفاي؟ وعندك اخويا ما خليهم بكالو، كلاو الخفافيش، كلاو العبابيش، كلاو الخشاشيش، خلا علال. راجل متشدد ومراته عامله حجاب شرعي ولدها.
كيشبه حمزة الدريد، حمزة الناصح تحيالي. فاش كتمشي شي مطعم في الصين وكيحط لك شي نوي سرق الزيت وما كتاكلوش، والله هذيك سميتك شينو او شيوم. اول مشاركه مرحبا كامل يونس. جوج فارا سرقوا خنشه ديال الليمون ما لقاو فيها، ما لقاو فين يقسموهم، مشاو من وراء الباب تاع المقبره بالليل. المهم بداو كيقسموا وكيقولوا جوج ليا وجوج ليك، جوج ليا جوج ليك، واحد خاينه وسمعهم كيقول جوج ليا جوج ليك، قال اوه هادو هادو جنون كيقسموا في الموتى. دخل مشى عند الفقيه عاود لي داكشي اللي سمع، جا مع الفقيه وحط ودنو على الباب وبدا كيسمع جوج ليا جوج ليك جوج ليا جوج ليك. شفاره طاح عليهم الليمونات مورا الباب. شفار قال صاحبو سير جيب هاد هادوك الجوج اللي مورا الباب. الفقيه سمع سمع ويز برقشو وقال الراجل اللي معاه وعلق اخونا وهادو راه كملوا الموت وصلوا لينا احنا. الله يسمح ليكم. ما كتضحكش شنو هي سيف؟ خرجوا بالسلام. بغينا نخرجوا اسميتك. عندو الحق راه حنا قنطنا. والله ما تخرجوا بالله بحلو، فين غتمشيو فين؟ خرجت انا تا خلي الناس يخرجوا يتشمشوا. انت مالك سوقك؟ اش داك شي شمش؟ ياك انت ديال البرد. بيجامة خبز قراص، تعاود تضحك انت تولي كلمة كاينة الصابون. وحنا؟ مالكم انتوما عاوتاني؟ بغينا نخرجوا نشموا الهواء. علا انتوما خليتوا شي هواء نقي؟ ريحتكم راه بنجة تحوم. شوفوا سيادكم تقاشر كي ساكتين. شنو زعما حنا ما ترشناش؟ زوين زوين سيف حسنات لي مرتو. درت لي الحجامه هادي. فيروس سيتم عزلك بسبب كورونا فيروس، سيتم عزلك وعليك الاختيار ما بين اختيارين، الاول أن تبقى مع زوجتك وأولادك، الثاني 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 الثاني. هذا من الأول ما بغيش يبقى مع مراته. رد العشافي نعم. جوابك من ذهب. أي أنت خص يكون الجواب ديالك من ذهب طبعا. عبانة فوق عبانة الركبة ديما عريانة، شنو هي أو شكون هو؟ عشان تحسن تشوف عبانة تفكير. نعم عبانة فوق عبانة والركبة ديما عريانة. ليلى حديوي. شارينا قلب اخرى عشان هدفت منها. احلفي بالله العظيم ان هدفت من هالمكياج ما هو بغراء الشباب والله. وتقسمين بالله ان هدفك مو بقهر البنات والله. وبذمتك عاد اصدقيني القول ما سويتي عملية تجميل والله. طيب يا حلوة اقدر اعرف سر جمال الطبيعي هذا جاء من وين؟ جيل الوالدين المكزيد جيب لنا جيب تكين على الوحدة ديال المك جيب صمتك جيب صمتك جيب صمتك جيب صمتك هوك ليش نطول لها مجي أخرى واش باغي تخرج عليا ديال المك هنا جيب صمتك جيب صمتك جيب صمتك. واش غادي جيب صمتك أمينة ما زدوش علينا
السين كيبوس ولا خايف من الفيروس؟ اسمح لي ابراهيم اسمح لي والله حتى كنصحاب اختك حبيبه ولاو كيتشابوا كلشي مغوفل ترى والله ما يفرقونا واخا تجي كورونا حمامة وجات معاك الكمامة زين خارج السرقة ولا عند ورقة هذا مهدي هشام هذا غنتقدم ولا تقول انا نقدم زين مرتاح ولا خصو اللقاح مهدي هشام هذا غير هو ما عرفش بالي دار اللحية ما عرفش عدش غريشة طوطي لي يصعب غديرو فرانيا وضحنيني تفرانيا تفراني فران الله يغرق دير امك الشقة تفراني فران الله دير امك دارا الحريزي الحريزي ديديكاس ديديكاس لك اخوي الحريزي الحريزي انت ولد بلادي حق نسيت يلاه قلت عليك تدوش نبداو فيهم اليوم وغدا نصيفطوهم ليك ولا نديروهم غدا ونصيفطوهم ليك دابا ما فهمتينيش يا ولدي هذا خصك ديرهم البارح باش ان شاء الله والبارح تصيفطوهم لي شكون هو هذا ترامب ملي كان صغير المغاربة نهار 19 ابريل بالليل بغيت تخرجوا اول خرصة ملي مشى الشيباني ايوا الحاجة والصرفيط المغاربة في فترة الحجر الصحي اليوم غنخملو كاين غير تخمال سير الفيديو اخوتي سير الفيديو اخوتي دخلوا عندي لاباج راه كندير فيها هي فين كنحط فيها باش تلحوا لي التصاورات والفيديوهات اللي غادي ندير عليهم رياكسيون واللي بغى شي موضوع يبغاني ندوي عليه دوزوا عندي الباج صيفطوا لي ميساجات ولا دوزوا عندي الانستغرام ديالي اللي ها هو هاك اول انستغرام ديالي اللي بغاني ندوي عليه شي موضوع ولا شاف شي حاجه جديده وبغاني ندوي عليها دوز عندي الانستغرام ندوي عليها ما كاين حتى شي مشكل تحياتي لكم اخوتي